بنحلم لبكره. اهلا بحضراتكم. النهارده في الحقيقه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعين منفصلين مع كل من المهندس امين أباظة وزير الزراعه والاستاذ ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء لاستعراض ثلاث تقارير. الثلاث تقارير في الحقيقه فيهم حاجات مبشره خاصه كلها تقريبا بالمحاصيل الزراعيه والدواجن واللحوم اللي اسعارها زادت في الفتره الاخيره. دكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في الحقيقه اوضح انه وزير الزراعه اشار في التقرير الاول الخاص بالمنتجات الزراعيه خصوصا الخضروات على ان الفتره من اغسطس الى سبتمبر شهدت ارتفاع غير مسبوق في درجات الحراره ادت بالتالي الى انخفاض كبير في الانتاجيه بشكل واضح في العديد من منتجات الخضروات الموسميه خصوصا الطماطم، وان الاليات غير مناسبه للسوق الداخلي ومشاكل النقل طبعا ادت الى زياده حده الازمه نظرا طبعا لكمية الفاقد. وده في الحقيقة اللي احنا اتكلمنا فيه كتير في خلال الأيام الكثيرة الماضية، ويمكن يوم السبت اللي فات برضو كان فيه معانا محمود وأنا كان معانا على التليفون السيد أمين أباظة وزير الزراعة ووضح فعلا هذا السبب. في نفس الوقت يمكن السيد راضي أكد أنه التقرير أثبت كمان أن في انخفاض نسبي في أسعار المحاصيل خلال الأيام الماضية، يعني مثلا سعر الفاصوليا انخفض بنسبة 50% ومحصول الطماطم الجديد اللي ابتدى يبقى مطروح في الأسواق ده أدى إلى يعني خفض الأسعار إلى حد ما الخاصة بالطماطم. الرز يعني بيقال أنه شهد أسعاره يعني في ثبات في أسعار الرز في الفترة الأخيرة بعد ما ارتفع بطريقة كبيرة في شهر رمضان المبارك. التقرير الثاني في الحقيقة اللي عرضه أيضا السيد مهندس أمين أباظة وزير الزراعة تضمن الخطة خطة وزارة الزراعة في التعامل مع توفير اللحوم الحمراء. أشار إلى بعض الإجراءات اللي الوزارة هتتم اتخاذها علشان تحقيق هذا الهدف، يمكن أهمها البدء في فتح أسواق جديدة لاستيراد عجول أوزانها حتى 250 كيلو جرام لتسمينها في مصر والسماح باستيراد إناث أصغر سنا عن 10 شهور، إضافة طبعا أنه هيبقى فيه زيادة في المجازر اللي موجودة في المواني. التقرير الثالث كان في الحقيقة عن إنتاج الدوائن، وذكر التقرير أن صناعة الدواجن بدأت تستعيد عافيتها، يعني في الحقيقة بعد ما عارفين طبعا انفلونزا الطيور واللي كانت السبب أن طبعا الإنتاجية الدواجن نزلت في الفترة الأخيرة، يمكن الإنتاج الحالي كان وصل ل 800 مليون دجاجة سنويا. طبعا خطة الوزارة هتضاعف هذا الإنتاج لأكثر من ملياري دجاجة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة. في حاجة كمان خاصة بالألبان أنه برضو ذكرت في هذا التقرير أن خطة الحكومة لإنشاء 15 مجمع جديد للألبان، دي هتبقى لزيادة كفاءة شبكة الإنتاج وتوزيع الألبان في مصر. أعتقد أن كلها حاجات مبشرة. الثلاث تقارير يعني ممكن يدونا أمل شوية في أن الأسعار ممكن ترجع لطبيعتها، اللحوم تنخفض، الدواجن تبقى منخفضة وموجودة بكثرة، حتى الألبان كمان. أعتقد أن ده يعني تقارير هامة جدا نتمنى أن يتم تحقيقها وأن احنا كمواطنين نحسها في الفترة الأيام القادمة القليلة. بالضبط كده، ما تبقاش المسألة اجتماعات وكلام، الناس عايزة تنزل تلاقي الطماطم نزلت، مش الطماطم يعني ده بتدخل مكان دلوقتي يقول لك جايب لك طماطم أو سلطة وشايف الطماطم حلوة، فالناس هتبتدي تصدق هذا الكلام لما تلاقيه حقيقة مش مجرد كلام. الفرخة بقى 28 جنيه، يعني قاعدة بتشتري فرخة علشان تاكل بس وتعمل شوية شوربة قد كده، حرام يعني هتاكلها. يعني اللحمة بقت وصلت للمية، يبقى الفراخ كمان بقت أزمة، وطماطم ورز وزيت، مسألة صعبة جدا. نتمنى ان الكلام اللي دار في الاجتماع النهاردة مع السيد رئيس الوزراء نلاقيه بكرة في السوق، ما يبقاش مجرد كلام. النهاردة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني رفع تقرير للسيد الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب الوطني عن سير العمل في المجمعات الانتخابية اللي بدأت امبارح. السيد صفوت الشريف قال ان المجمعات التي عقدت في 222 دايرة لتقييم المتقدمين من الحزب الوطني تمت بنجاح في جو اتسم بالانضباط والهدوء والتسامح، وده نجاح كبير للديمقراطية داخل الحزب. هتبان النتائج لما نبتدي يعرفوا المرشحين مين منهم مش هيدخل، هم ماضيين على توكيلات واستقالات وحاجات كده، الدنيا مش هتبقى سهلة قوي، لكن التجربة هتبان في وقتها لما نشوف ايه اللي هيحصل. السيد صفوت الشريف كمان اعرب عن اندهاشه من بعض التسريبات اللي قالت عن وجود بعض الصحف الحزبية نشرت ان في مشاكل في بعض المجمعات الانتخابية.
بالتالي عندنا تقرير نشوفه ونرجع لحضرتكم دي. اي عضو من اعضاء الحزب يرى في نفسه لديه الرغبة ويرى في نفسه القدرة، اهلا وسهلا بيه، واعتبر ان دي دعوة لكل من يرغب في المشاركة، ان اهلا بيك. الحزب الوطني ابوابه مفتوحة للجميع. 90,000 او حاجة و80,000 استمارة اللجوم، وتلاحظ ان حضرتك اخر مجمع امبارح يمكن خلص بعد الساعة 12 بالليل. النهاردة 100% من الاستمارات موجودة هنا محفوظة، جاية في صناديق مبرشمة، كل واحد بياخد حقه. ادخال النتائج مرتين، 100% من الاستمارات بيجرى إعادة إدخالها مرة أخرى عشان نتأكد إن إدخال سليم، وكل واحد بياخد حقه بكامل. البوكس ده بيبقى فيه استمارات مجمعة بتاعة دائرة انتخابية كاملة، ولو الدائرة الانتخابية كبيرة عدد الناخبين فيها كبيرة ممكن تيجي على صندوقين، وكل صندوق بيبقى مكتوب فيه اسم المحافظة واسم الدائرة الانتخابية ورقم مسلسل للصندوق لو هو أكثر من صندوق. وكل خطوة من اللي أنا بحكيها لحضراتكم دي بتعني دائما استمارة موجود فيها بسلم، وبسلم بالعدد عشان أطمئن إن أنا في الآخر الأعداد الموجودة هي دي فعلا الأعداد اللي أنا استلمتها من المحافظة. النهاردة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر جددت حبس 14 من مشجعي نادي الترجي التونسي اللي متهمين بالاعتداء على 7 ضباط شرطة و4 مجندين أثناء مباراة الأهلي والترجي باستاد القاهرة، 15 يوم على زمة التحقيق. المتهمين حضروا ووقفوا قرايبهم يعني أمامهم في القفص عشان يطمنوا عليهم. المحكمة بعدها يعني سألتهم عن التهمة الموجهة ليهم بإتلاف المال العام والاعتداء طبعا على ضباط الشرطة وأثارة شغب. أنكروا كل اللي حصل، وقالوا كمان إن هم كانوا متواجدين في منطقة غير المنطقة دي، كانوا موجودين في المدرجات العليا عندما حدثت هذه الاعتداءات، قام الأمن بتطويقهم لحمايتهم من المشاجرات التي كانت تحدث في المدرجات السفلية. لكن عايزين نأكد إنه هيتحبسوا 15 يوم على ذمة التحقيق. ما يحدث في المدارس المصرية حاجة بشعة جدا. الخبر ده من أغرب الأخبار اللي سمعتها في حياتي، تقريبا نقل نص مدرسة. في محافظة الغربية كان في خناقة في مدرسة تفاهن العزب، دي مدرسة مشتركة بتوع بلدين، شباب من بلدين، طلاب قرية تفاهن العزب وميت الحارون، مسكوا في بعض قطعوا بعض، مات واحد. السيد محافظ الغربية اللواء عبد الحميد الشناوي خد أغرب قرار أول مرة نسمعه، خد قرار بنقل 113 طالب ثانوي لمدرسة أخرى بالغربية منعا للفتنة، ونقل 4 مدرسين ومدير المدرسة إلى وظيفة إدارية بديوان عام إدارة زفتة التعليمية. طبعا السيد المحافظ هدفه من ذلك تهدئة الأوضاع لأولعة بين بلدين. هذا السلوك العنيف بين الطلاب شيء ما بقاش مفهوم. على فكرة ما فيش مدرسة دلوقتي فيهاش طلاب بيمشوا بسنج ومطاوي وحاجة، مدارس الحكومية بقت شيء مفزع. مساء الخير سيادة المحافظ. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معنا. أهلا يا أستاذ سيادة المحافظ. يعني يمكن كلنا عايزين في الحقيقة نعرف طبعا الموضوع اللي قاله خيري موضوع غريب جدا علينا، إنه يبقى الكمية دي كلها بتتخانق وطالب يعني البقاء لله طبعا لأسرته، لكن عايزين نعرف من حضرتك الأول إيه سبب، يعني إيه السبب اللي خلي مدرسة كلها تولع في بعضها كده؟ يعني هو طبعا الخبر وصلكم مش بالشكل يعني الواضح قوي، يبقى أحب أوضح الموضوع بالضبط. الواقعة دي كانت يوم 2/10 أثناء خروج الطلاب من بعد انتهاء اليوم الدراسي. الطالب طبعا احنا بنقدم خالص العزاء لأسرة الطالب اللي توفى. أثناء خروج الطالب من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وكان معاه 2 من زمايله، الطالب يعني حصل له حالة إغماء، نقلوا الوحدة الصحية على طول، ما فيش بقى لا مشجرة ولا طلاب من بلد تانية ولا الكلام ده. أنا جاي لحضرتكم الكلام مش إزاي يعني. لما انتقلنا على طول وكشف عليه الطبيب هناك، تبين إن الوفاة طبيعية، جه
وعمه ده طبيب وقال ان الطالب بيعاني من حاله صمت بالقلب، عنده حاله مرضيه سابقه، وحاله الوفاه دي قضاء وقدر وما فيش اي مشاجرات ولا كلام من ده حصل على الاطلاق. الموضوع لما تم تاني يوم بقى في ناس استغلت هذا الموقف، بعض المدرسين، عشان كده انا نقلت المدرسين ولقيت الماضي، يعني احنا ما بننقلش كده يعني بدون، لا طبعا بعض المدرسين نتيجه الخلاف على بعض الدروس الخصوصيه ما بين المدرسين من مثل حارون ومدرسين من تفاهم العزب، حصل انهم اشاعوا، البعض منهم اشاع وسط الطلاب ان طلاب مثل حارون او الاولاد بتوع مثل حارون تعدوا على الطالب مما ادى الى وفاته، والطلاب امتنعوا من انهم يخشوا الفصول. انتقلنا على الفور وهدينا الطلبه وفهمناهم وعرفنا حقيقه الموضوع ايه على طول، واستبعدنا خمس مدرسين. الناظر مسؤوليته بتتلخص في انه ما كانش على قدر المسؤوليه، يعني حصل قبل كده بعض المشاحنات ما بين الطلبه في فترات سابقه، ولا المنطقه التعليميه ان حصل هذا الكلام، فطبعا احنا لما حققنا معاهم تبين الكلام ده، فنقلنا الناظر، خدنا له وظيفه اداريه في المنطقه عندك منطقه الزبده، والخمس مدرسين نقلناهم لمنطقه اخرى مع تحذيرهم من عمليه الدروس الخصوصيه، لان الكلام ده طبعا المفروض انه ممنوع يعني. وجدنا، عشان طبعا حضراتكم عارفين ان بلدين جنب بعض بيبعد بينهم حوالي كيلو او كيلو ونص دايما، واولاد في عمر 17 و18 الاولاد بيبقوا طبعا عندهم فوره الشباب والكلام ده، منعا للاحتكاك دبرنا للاولاد والبنات بتوع ميت الحارون، هم عددهم 113 يعني ثلاث فصول، دبرنا لهم مكان في مدرسه ميت الحارون هناك، قدرنا نوفر لهم مكان هناك، وعشان نفصل ما بين الحجازات اللي موجوده بين البلدين. الدراسه انتظمت، الامور الحمد لله متابعها يومي من وقت الموضوع ده ما حصل، لكن لا في مشاجرات ولا في حصل حاجه من دي، لكن هو في بعض العصبيات بين البلدين. وده سيادة المحافظ، انت ناقل 113 طالب من مدرسه لمدرسه تانية قبل تجهيزات وخلافه، فتبدو المساله كده حضرتك بتبسطها شويه؟ يعني لا. انا بقول لحضرتك اللي حصل بالظبط، 113 يعملوا ثلاث فصول، حضرتك الفصل حوالي 36 او 7. طب اذا كانوا تفهموا الامر والموضوع انتهى وحياته منتظمه في هذه المدرسه، ليه اتنقلوا؟ نعم يا فندم، اذا كان الامر هادي والناس تفهمت الحقيقه وعرفت ان الوفاه طبيعيه، ما هو احنا برضو فصلنا، لان زي ما قلت لحضرتك هناك بعض العصبيات بين البلدين، بين ميت الحارون وبين تفاهم العالم. عصبيات قديمه يعني، مش عصبيات قديمه بين البلدين، بين اهالي البلدين، وده احنا دلوقتي شغالين عليه، بنحاول نهدي النفوس برضه، لكن احنا منعا لحدوث اي مشاكل مستقبلا، ما دام اوجدنا كان لطلاب ميت الحارون، وعشان برضه نوفر عليهم المسافه اللي كانوا بيمشوها، قدرنا الحمد لله ان احنا ندبر لهم ثلاث فصول في مدرسه ميت الحارون، والحمد لله انتظمت العمليه الدراسيه تماما. نعم تمام. سيادة اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية، عايز أقول لك النهاردة في ناس كلموني من الهرم، في مدرسة هناك، مدرسة فندقية، الغريب في المسألة أنها مدرسة وقف خير، يعني حد عاملها للخير. أيوه. بتشتغل فترتين مسائيتين. جميل. المنطقة اللي هناك في حدائق الأهرام دي منطقة راقية جدا وفيها أجانب وفيها ناس محترمين، وكانت من المناطق اللي الناس تشوف فيها كده حاجة، ودي المنطقة اللي قدام المتحف المصري الكبير. لا تحولت إلى شيء آخر تماما دلوقتي، العيال بيطلعوا من المدرسة، تحرشات، تكسير عربيات، أقل خناقة بتكسر فيها أربع خمس عربيات، مدير المدرسة نفسه بيقول لك إن أنا تقدمت ببلاغات، طبعا في 500 بلاغ في اسم الهرم، تقدم ببلاغات لوزارة التربية والتعليم، وبلاغات في اسم الشرطة، بلاغات في مديرية أمن الجيزة، طب وقفوا عربية، تنهتوا حد هنا، لا شيء يحدث، كل يوم لا يمر لا تحرش بواحدة لا تقطع هدومها، من منذ أيام طلعوا على بنت بالمطوة بدأوا يمدوا إيديهم عليها ويقطعوا هدومها، لولا الناس اتلمت وجريت كانت البنت ضاعت، شربوا مخدرات وبنجو، ده في مدارس كثيرة جدا في المنطقة دي، مفيش حد بيتحرك، مش عارف احنا ليه سايبين الحاجات دي، ليه سايبين الأولاد يدخلوا المدارس او يزوغوا من المدارس ومعاهم مطاوي وسنج وحاجات غريبه، يعني هم رايحين يتعلموا ولا رايحين يضربوا؟ لا في النظر المدرسه يعني. ما هو نظر